ماشي مازال ماشي. زوار موقعنا، مرحبا بكم في هذه الحلقة المصورة من حلقاتنا اللي كنبت لكم دائما. لازلنا مع موضوع حد السوالم. أحباءنا الكرام، كما هو معروف دائما نقول لكم سلام الله عليكم. كما تلاحظون في الآونة الأخيرة كثر الحديث هذه الأيام عن حد السوالم، وما نلاحظه هو كثرة الشكايات وكثرة التظلمات. كل مرة نسمع خبرا لا يشبه سابقه. كل مواطنين في حيرة من أمرهم. هناك من تملكه الرعب، إلا قلة قليلة وقفت في وجه الفساد وقالت له كفى. نحن لا نرضى السكوت عما تقترفون من جرائم ضدنا وضد أبنائنا. نحن سئمنا ظلمكم ونهبكم لخيرات الوطن. وبهذا نوجه نداء إلى كافة ساكنة حد السوالم، إلى من تجرعوا الظلم والجور، وإلى من ذهبت أراضيهم، إلى من طلبت منهم مبالغ مالية كبيرة من أجل الحصول على إمضاء أو خدمة مخولة لهم ومن حقهم، إلى من أحس الاحتقار والذل والهوان. التحقوا بركب الكرامة لوقف هذا النزيف. الأخ مرحبا بك معنا مراد كرطومي في هذه الحلقة من حلقاتنا المصورة، لك الكلمة لتوضيح الجديد بخصوص ملف حواس ومن معه القائد وعدة أسماء أخرى. السلام عليكم إخواني الأعزاء، احنا ما زلنا مع نائب المال العام حواس ومن معه. أي جديد وعدناكم نقوله لكم دائما إخوان المتتبعين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن وجميع المغاربة. أولا جات واحد اللجنة المفتشية لإدارة ترابية تابعة لوزارة الداخلية، جات البارح، جات عند العامل عمالة إقليم برشي. كنتمناو من هذه اللجنة ديال المفتشين العامة لإدارة التراب الوطني الترابية اللي تابعة لوزارة الداخلية باش تعطي تقرير للوزارة الداخلية والرئاسة الحكومة والجهات المسؤولة بتوقيف العامل المنطق العامل اللي الريحة ديالو عطات. السؤال المطروح غدا، هاد اللجنة غتكون في بلدية السوالم، غدا غتمشي لبلدية السوالم. السؤال المطروح، هل اللجنة واش اللجنة غتوقف على التزوير ديال الانتخابات اللي انتشرت في الفيديو اللي كانت فيها حلقات اكثر من 10 الحلقات؟ ناهيكم ان شاء الله اللي غتكون شي فيديوهات اخرى مازال غتنشر. واش غتوقف على التزوير الانتخابات اللي فيها مكالمات ديال الشيخ فايز والقيد والحواس والرامي خالد الرامي وعدد من العصابة الإجرامية المتخصصة في نهب المال العام والتزوير واستعماله وإلى آخره؟ هاد اللجنة واش غتوقف على البني العشوائي بالمنطقة اللي تابعة النفوذ أحمد شملان؟ دائما كنقولوا احنا راه ماشي ضد دراوش، ولكن لا لاستغلال فقراء. احنا مع الدولة تعطي سكن جميع الناس اللي ما عندهم السكن، لكن ماشي باش يقولوا الناس سيروا بنيو في الاخر يريبوا لهم ويستغلوهم في حملات انتخابيه. خروقات هاد اللجنه واش غتوقف على خروقات في التزوير في عمليه الامتحانات الكفاءه المهنيه والتوظيف اللي تمت حوالي 10 ايام تقريبا. ناهيكم على التوظيف اللي كان من قبل، يعني
حواس كيوظف اللي بغا، هو الدولة في الوقت اللي الناس كتاكل العصا على التوظيف. هناك واحد المشروع اللي مازال غنديروا عليه حلقة خاصة انا والاخ عادل من عين المكان، اللي هو المشروع ديال اقامات الحاج حسن دوح. هذا المشروع سكني اللي فيه بارتمات ومبنيين من احسن البارتمات. انا ماشي كندافع على شي حد، ولكن درنا زيارة ميدانية الاخ عادل، درنا الإقامة ديال الحاج دوح ومازال كنا غنديروها، ولكن كان الليل بغينا ننقلوها في نهار. هذه الإقامة ديال الحاج دوح اللي فيها إقامات وفيها حتى مشروع ديال مشروع تجاري اللي الحاج حسن دوح جزاه الله خيرا والله يكثر من مثاله. هناك عدد ديال المستثمرين وحنا جايين اللي ما بغاوش يعطيو رشوة للحواص بالملايين، وكذلك الكاتب العام ديال العمالة اللي ما كيستقبلش الناس، وكذلك كريمة القدميري رئيسة قسم التعمير والبيئة بإقليم برشيد، وعدد من هذه العصابة. وهذه غنديروا عليها حلقة خاصة. ثانيا هذه اللجنة ديال المفتشية ديال إدارة التراب الوطني تابعة لوزارة الداخلية، واش غتوقف على 8 مليار اللي حطها حواس لإعادة هيكلة بلدية السوان؟ خال اللجنة رجعت معطلة بكل صراحة. حنا عملي الميل في التحال مع السيد الوكيل العام للفرقة الوطنية للدرك، اللجنة جات متأخرة، يعني بعد ما وقعت ضجة على الحواس ومن معاه اللجنة جات. حنا كاع اللي بغي يحارب الفساد مرحبا به. هاد اللجنة اللي جات إخواني الأعزاء اللي جات من المفتشية، واش غتوقف على كراء السوق اللي تحدد في 3 سنوات؟ مع العلم هاد المسألة ديال السوق، هاد السيد اللي شدو حاليا الابن، اما الاب باش نوضح لكم اكثر، هاد الاب عنده مشكل مع البلدية، مشاكل الاب ديالو فر هرب، جاب ولدو هو اللي خدا السوق وحدو في 3 سنوات لان حصل على رشاوة تفوق 140 مليون. وهاد الشركة فين تأسست؟ تأسست في العيون. شي حرام والله الا حرام، اقسم بالله الا حرام. واش اللجنة غتوقف على القيد احمد الشملال اللي عنده ثروة كبيرة مع الشيخ فايز اللي زور انتخابات، الاتصالات الهاتفية ديالو تسربات اللي تنشرات على حلقات راه درنا ليها بارطاجي وتلاحت في منبر ديال الاخ عادل، لاتصالات هاتفيه مع بعض الاعضاء ديال بلديه السوان. القيد احمد اليوم المكالمه راه هي موجوده ومسجله عند الاخ عبد الحق هدان الملقب بالريزو. بقعه ارضيه اللي كان نصب عليها عمليه النصب من طرف زين العابدين حواس اللي نصب على هذا المستثمر اللي هو عبد الحق هدان، اللي فيرسالي 80 مليون في الحساب ديالو. وهاد الارض كاينه في اسم الوكاله الوطنيه لمحاربه السكن غير اللائق. القيد طلب اليوم من هدان عبد الحق بان الارض بغاتها وزاره الداخليه، والتسجيل موجود في تصريح ديال القيد. حنا السؤال ديالنا لهاد المفتشية وهاد الوزير الداخلية ورئاسة الحكومة وكل من يهمو الأمر، بغينا نعرفو القيد شملال واش ولا رئيس اللي هو رئيس المقاطعة الثانية، واش ولا وزير الداخلية، واش ولا رئيس بلدية، واش أشنو ولا جميع الاختصاصات عنده. وهاد الشي كنطالبو فيه بالتوقيف ديال هاد الشخص، هاد القيد اللي هو طغى، ولكن اللي مدسره هو الكاتب العام والعامل. القيد يقول بأن الحواس هاد البقعة الأرضية اللي كان في رساله هدان عبد الحق 80 مليون اللي هي في اسم الوكالة، القيد كيقول لهم بأن الحواس هو اللي عطى أمر، وعندي وثيقة، هذا القيد يدعي بأنه جمع ثلاثة الليل وهدم للسيد المشروع ديالو اللي القيمة ديالو كتفوت 300 مليون. وهادشي فيه أدلة كاينة،
وقدمنا واحد نسخة من الشكاية اللي كانت تقدم بها عبد الحق هوداني إلى وزير العدل، قدمناها للمرفقات في السيد الوكيل العام، وكذلك غنسلموها حتى للفرقة الوطنية للدرك الملكي. موضوع ديال موضوع آخر اللي جو عندنا الناس اليوم، حتى المساجد ما سلماتش من الفساد، وغنخلي أخ عديل غيقرأ واحد الآية قرآنية ديال المساجد، ومن بعد ما يسالي الأخ عديل غنشرح لكم كيفاش هذه المصيبة. قرأ الأخ عديل هذه الآية القرآنية، جزاك الله خيرا. الآية القرآنية تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا قول الله سبحانه وتعالى، يعني المساجد ما سلماتش من الفساد ديال الحواس وديال خالد الرامي ولا آخره. هذا خالد الرامي هو اللي وضع، مع العلم احنا ما كندافعوا على شي حزب، مزيان حزب لبام دار تجميد العضويه للحواص، ولكن عطى تزكيه لخالد الرامي، كارثه، حيدنا مفسد وجنا مفسد، هذا ظلم. كما درتوا هذه رساله لحزب لبام اللي هو حزب اصل المعاصر، مشكورين على مساله ديال تجميد العضويه ديال حواس، ولكن لماذا عطيتو تزكيه لخالد الرامي اللي غنذكروا الفساد ديالو، وراه مجبود في الفيديوهات اللي في يوم تزوير انتخابات وكيهضر معاه الشيخ فايز وكذا، وهذا الشيء كامل غيحقوا فيه المحققين ديال الفرقه الوطنيه للدرك الملكي. هاد خالد الرامي هو اللي وضع الحجر الاساسي بدوار ولاد الجامع. حنا كنا كنتسناو من الدوله وهاد نائب المال عن بلديه السوالم يديروا اراضي الناس في الوقت اللي جاو المستثمرين جروا عليهم وقفوا لهم مشاريع، يديروا سكن لائق للدواوير، دوار صخر، دوار ولاد جامع، دوار ولاد عباس، عدد من الدواوير. ولكن هاد خالد الرامي كيقسم اراضي ديال الدوله وكيبيعها بني العشوائي وكيهدد الناس. حالات وقعوا ديال الساكنه، عدد الناس اللي ريبوا اليوم كيقول لهم اما تكونوا معايا وتأيدونا على الفساد، رغم حنا جايين اللي بغى يبني حيط داير بالسور، طبيعة الحال العملية فيها خالد الرامي، فيها زين العابدين حواص، فيها القايد احمد الشملال، وكتوصل حتى للعامل اللي متغطي على هذا الفساد، ما كيمثلش الملك البلاد، كيمثل حواص العامل. اللي بغى يبني حيط داير يعطي ثلاثة المنيول، اللي بغى يدير الزنق كتعرفوا الكريانات، كاع شنا في كريانات وشنا الكريانات عند الاجداد ديالنا الله يرحمهم. انا عشت واحد اكثر من عشرات السنوات في الكريان بن مسيك، هادشي ماشي عيب، عند جده الله يرحمها كنت باقي صغير. يعني اللي بغى يدير زنق كيعطي ما بين 2000 درهم و5000 درهم. اللي بغى يحيد الزنق ويدير الضاله، اللي بغى يحيد الزنق ويدير الضاله، ولا اللي بغى يعني كيما بغاو، اللي بغى يدير شي حاجه واخا قسطيره خصو يحط 2000 درهم 3000 درهم حتى 5000 درهم. الكارثة في الأمر بأن المسجد اللي في دوار ولاد الجامع جاءت يوم انتخابات الدرك الملكي بقيادة ديال الدرك الملكي لمركز حد السوالم بقيادة لاجودان الزريبة. هاد السيد رانا ما كان دافع على شي حد، راه اللي خايب خايب ولي مزيان مزيان، لاجودان الزريبة الله يكثر من مثاله، الوحيد اللي ما بغاش يتباع الحواس، مع العلم كاع لاجودانات اللي دازو مشاو في اتجاه ديال الحواس، ولكن هذا القائد المركزي اللي هو الزريبه ابى باش يتباع الحواس، ابى ومشكور والله يكثر من التالو هذا السيد. هذا يعني تسمحوا لي مسجد ديال النساء لواحد العدد ديال الناس ساكنه دوار الجامع قدموا شكايه للعامل والباشا والكاتب العام. بالله عليكم، ثم بالله عليكم اخواني الاعزاء، العامل اتق الله، العامل اتق الله، اتق الله، ريحتك عطات و
وانا راه ماشي الملف ديال الحواس، انا راه كنوجه الاتهام مباشر للعامل. علاش الناس ملي من دوار ديال ولاد الجامع قدم شكايه للعامل، حيلها الوكيل الملك ولا الوكيل العام اللي فتح تحقيق، رديتها للقايد احمد، والناس كيشكوا في القايد احمد اشملال. ملي كيمشيو عند القايد احمد الشملال يجري عليهم وكيقول لهم صالحكم مع الحواس ومع الرامي. خير دليل هو ملي ضبطات الدرك الملكي يوم انتخابات خالد الرامي ومجموعته مجموعة حواس في مديرين اجتماع في الجامع. الله ما ينظر منكر حتى بيوت الله ما سلماتش من هادشي. هالمسجد اللي في دوار ولا الجامع ها هو الى شتوه ها هو. وهنا واحد الجمعية اللي اسم ديالها جمعية النهضة، الرئيس الشرفي ديالها هو خالد الرامي. قدموا الناس شكاية للعامل والجميع المسؤولين العود العامل باش يفتح تحقيق، ولكن تستر على هاد المجرمين. الجمعية مسجد ديال النساء، ها هو مسجد ديال النساء، ها هو فينا هو شتوه مزيان. دابا المسجد ديال النساء تحيد ولات في بلاصتو جمعيه. نعم هكذا مسجد ديال النساء دارت فيه شكايه في الموضوع. هاما جمعيات والمجتمع المدني دارت جمعيه شكايات، هاي الشكايات تاع الباشا المجتمع المدني والجمعيات. هالإرسالية ديال البريد المضمون نوضحوا الناس وحده وحده، هاي صورها مزيان الاخ عادل. هالشكايات ديال البريد المضمون، هالشكايه اللي عند العامل، هالرقم ديالها وعند القيد، ها هو الرقم ديالها. اش داروا؟ شدوا هاد الجمعيه اللي تابعه لخالد الرامي، مسجد النساء ردوه جمعيه. اللهم اين هذا منكر، اللهم اين هذا منكر. مسجد النساء ردوه مكتب ديال الجمعية. العمل والباشا والقيد وهذا خالد الرامي كيديروا الرعب للناس. هذا خالد الرامي كاع الأراضي ديال الدولة كيبيع فيها، كيقول لهم اللي كان معايا مرحبا واللي ماشي معايا غياخذ الجزاء ديالو. والكارثه في الامر حتى واحد الدوري ديال كره القدم ديال مولاي الحسن، يعني حتى الكره ما سلمتش منهم. حتى الدوري دار في واحد السنه باش يدار في الملعب البلد، حبسوا حواس. يعني هاد الناس فوق القانون، هاد الناس فوق القانون. اللهم إنا هذا منكر. احنا راه وعدناكم اخواني الاعزاء اي جديد اي مستجدات نقولوا عليكم. احنا ما بغيناش نطولوا في الحلقه ديال اليوم، شحال وصلنا من دقيقه الاخ عادل؟ 18 دقيقه. ما بغيناش نطولوا، ولكن رغم اني مريض حتى غندير زياره السيد الوكيل العام، اي جديد غنخبركم به. وفي الاخير قبل ما نخلي لك الختام الاخ عادل، شكرا. واحد السيد عون سلطه اللي غنتكلموا على الملف ديالو، مع الاسف عطاني جعد ديك قبيله عطاني الملف، هذه رساله اللي عطاني شي ملف راه كنقولها. سميتو خالد الترابي، هذا عون سلطه بمقاطعه بعمله مولاي رشيد اللي صوب واحد القانون اساسي وبغى يشتغلوا في قانون يعني بدل العشوائيه. المقدميه والشيوخ كيطالبوا بحقهم، العامل المنطقه اللي هو السماحي وقفوا ومشى للمحكمه هاد العون السلطه وجاب حكم قضائي باش ينفذوا على العامل ديال مولاي رشيد، والعامل رفض حكم قضائي. باش نقولوا لكم علاش كنقولوا العمال المفسدين، علاش كنقولوا الولاة المفسدين، علاش كنقولوا بعض القوده المفسدين؟ لان ملي كيجي عندنا حكم باسم جلاله الملك، باسم الملك،
وما كيطبقوش بحكم باسم جلالة الملك. على من كيطبق؟ كيطبق على الفقراء والمظلومين فقط. أما رموز الفساد العمال والولاة وما فوق ما كيطبقش عليهم القانون. وفي الأخير أي جديد نخبروكم به وما غنطولش عليكم بزاف، وكنطلب منكم الدعوات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا قلنا أننا لا نحب التعايش مع الفساد بصيغة أو بأخرى. الأخ مراد القرطومي تكلم لكم على خالد الرامي كيفاش كيقسم الأراضي العشوائية والبيع العشوائي لهذه الأراضي، كما أنه تكلم على تدخلات للقائد أحمد لمساعدة هذا خالد الرامي من أجل عملية البناء العشوائي. وهذه عملية البناء العشوائي كيف ما قال الأخ كتوصل 30,000 درهم، والدالة 5,000 درهم و2,000 درهم و3,000 درهم وما يزيد، علما أن خالد الرامي كان له مكتب خاص في البلدية في المجلس السابق استعمله لتمرير الصفقات المشبوهة ابتداء من شواهد البيع العشوائي ورخص السكن والشواهد الإدارية، دون أن ننسى أن هذا المكتب كانت تستدرج فيه الفتيات، وسنوضح في حلقاتنا المقبلة إن شاء الله المزيد. كما أنه حصل على مبلغ 100 مليون من الحزب الذي ينتمي إليه في انتخابات جماعية الأخيرة لكي لا يلتحق بحواس، دون أن ننسى تصدره لتزور الانتخابات البرلمانية الأخيرة كما جاء في التسجيلات، وكل هذا بالدليل نطالب دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والحكام الجيدة بمحاسبة المفسدين وناهب المال العام. أصدقائي الكرام، أحييكم واحدا واحدا، أحيي أخواتي واحدة واحدة، أشكركم على تتبعكم لحلقاتنا. والإخوة الكرام اللي كتبوا لنا أننا خصنا نجيو لبعض الأماكن، الله يجزيكم بخير، تواصلوا مع الأخ مراد القرطومي على الخاص أو تواصلوا معايا أنا على الخاص. وكنشكركم على التتبع ديالكم، وما بقى لي غير نقول لكم بارتاجيو معنا هذا الفيديو إلى فيديو مقبل بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.